التحليلية من الميادين، مدحت صالح شهيدا على مشارف مجد الشمس المحتلة. الاحتلال يلجأ إلى القناص لاغتيال أسير محرر ومناضل سلمي، فلما هذه الخشية الدائمة لدى تل أبيب من أصوات الجولانيين؟ بعد التظاهرة المؤيدة للجيش والمطالبة بحكومة عسكرية، هوة الخلاف تتسع بين المدنيين والعسكريين. طرفا المجلس الانتقالي يدخلان لعبة الشارع، فإلى أين قد يؤدي نزاع الشرعيات في السودان؟ وهل من دور خارجي؟ إيران تعلن استئناف المحادثات النووية الأسبوع المقبل بسياسة الخطوة مقابل الخطوة. المفاوضات في عهد رئيسي، ما أهم النقاط الخلافية فيها وما شروط إيران للعودة إلى الاتفاق؟ وفي قضية اليوم، بعد النجاة من كمين الفتنة، لبنان على مفترق خيارات بين مشهدي التفاهم والقتال. التيار الوطني الحر وحزب الله يؤكدان رفضهما إعادة لبنان إلى زمن الحرب الأهلية، فهل فشل مشروع الاحتراب الداخلي وأي دور أمريكي وإسرائيلي في تسعير الفتنة؟ خلف قناص اختبأت تل أبيب لاغتيال مدحت صالح، الأسير السوري المحرر والمناضل من أجل تحرير أرضه، زعم الاحتلال أن الشهيد صالح كان يؤسس لأعمال عدائية في الجولان المحتل بذريعة حديثه الأخير على قناة الميادين. أكثر ما يخشاه الاحتلال الإسرائيلي في الجولان المحتل أن تتحول الكلمة إلى مشروع مقاومة متكامل، كذا كان مشروع مدحت الصالح، وكذا كانت شهادة الأسير السوري المحرر والمناضل الجولاني غدرا وقنصا على يد الاحتلال الإسرائيلي. آخر كلمات الشهيد التي أكد فيها ثوابته شاء القدر أن تكون عبر قناة الميادين. شدد الشهيد الصالح على عروبة الجولان وعدم أحقية الاحتلال في إقامة أي مشروع على أراضيه، وأكد أن أهالي الجولان مصرون على التصدي لمشاريع الاحتلال مهما كلف الأمر، وعلى حق الشعب السوري في اتباع كافة الأساليب لتحريره. ونحن نعتبر الجولان، كل الجولان، هي أرض عربية سورية، ولا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة أي مستوطنة أو أي مشروع، لا يحق لها إقامة على أي منطقة في الجولان المحتل، كل الجولان، وهذا مخالف للأعراف الدولية وللقوانين الدولية. لم يكن صالح قائدا عسكريا ولا مسؤولا أمنيا. زعم الاحتلال بلسان إعلامه أن اغتيال مدحت الصالح جاء على خلفية دوره العدائي في الجولان المحتل. يمكن القول بحذر إن إسرائيل قامت بتصفيته على ضوء النشاطات العدائية التي حاول تنفيذها هنا، ولذلك رأينا هذه التصفية، وهذا ما قاله قبل عدة أيام لقناة الميادين فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل ضد النشاطات الإسرائيلية في الجولان. يمكن التقدير أنه اغتيل ليس بسبب جرائمه السابقة، بل بسبب الجرائم المستقبلية والأمور السيئة التي خطط لها على الحدود في خدمة الإيرانيين والنظام السوري، ضمن محاولتهم فتح جبهة إضافية مقابل الجيش الإسرائيلي في الجولان. خطيئة مدحت الصالح إذن أنه كان يزور منزله الصغير الذي أصر على أن يبنيه في الأرض التي استوطن منها الاحتلال قطعة بالقوة، وبرغم ذلك يبقى أهل الجولان هاجسا دائما للاحتلال. تخشى تل أبيب حتى كلامهم ووقفاتهم، وتتحسب دائما لمن لا ييأس من فكرة تحرير هذه الأرض السورية المحتلة. إذن هكذا تخشى إسرائيل من أهالي الجولان المحتل. مراسل الميادين في دمشق محمد الخضر، لماذا يشكل أهالي الجولان هذا الهاجس الكبير بالنسبة للإسرائيليين؟ عبد الرحمن، لأنهم وبعد 54 عاما من الاحتلال
54 عاما من نكسة حزيران عام 1967 عند احتلال الجولان، لا يزال أهالي الجولان يتمسكون بجذوة المقاومة ضد الاحتلال. لم تفتر هذه الهمة أبدا طيلة تلك العقود. هم خاضوا معارك بصدورهم العارية، تصدوا لفرض الهوية عام 1981، أعلنوا إضرابا مفتوحا لستة أشهر، ثم رفعوا شعار المنية ولا الهوية، الهوية الإسرائيلية بهذا المعنى. هم حتى هذه اللحظة، حتى قبل عدة أيام، كانوا يقومون بإضرابات وبمواجهة إقامة وسرقة أراضيهم وإقامة المراوح الهوائية التي تنتج الكهرباء. هم فقط 19,000 مواطن سوري يعيشون في 6 قرى ويواجهون هذه الآلة الحربية الإسرائيلية. يواجهون على الأقل في الجولان أكثر من 20,000 مستوطن معززين بالجيش وبكل القوى العسكرية وبكل الضغط الاقتصادي. لذلك هؤلاء يشكلون بالفعل مخرزا في عين الاحتلال. لم تؤثر عليهم كل تلك العقود وكل تلك الممارسات وكل تلك الاعتقالات وكل تلك الممارسات التي تستهدفهم في لقمة العيش عندما تصادر أراضيهم وبساتينهم ويمنع عنهم حتى يعني بيع منتجاتهم الغذائية الزراعية البسيطة كي يكملون مسيرة الحياة. كل هذه الأمور في الواقع يأخذها الإسرائيلي بعين الاعتبار ويراهم أنهم حالة مقاومة متقدمة لسوريا في أراضيها المحتلة منذ عام 1967. على كل حال، سياسة الاغتيالات هذه أيضا مراسل ميادين في إيران أحمد البحراني، تستخدمها إسرائيل ضد العلماء النوويين الإيرانيين. ما هي أهدافها وتبعاتها وكيف تعاطت وتتعاطى معها طهران؟ عبد الرحمن، بطبيعة الحال يعني من أهم أهداف إسرائيل في تنفيذ هذه عمليات الاغتيال ضد العلماء النوويين الإيرانيين بطبيعة الحال هو وضع حد للتطور والنمو الذي يشهده البرنامج النووي الإيراني منذ 20 عاما، منذ بداية هذا البرنامج وحتى الآن، خاصة في السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة بالتحديد، بعد أن وصلت إيران إلى مراحل متقدمة في الصناعة النووية من خلال رفع نسبة التخصيب إلى 20 و60%، وأيضا إجراء إحداثيات كبيرة وهائلة على العديد من المنشآت النووية الحديثة في إيران. وبالتالي إسرائيل تريد وضع حد لهذا التنامي وهذا التطور الذي يعتمد بالدرجة الأولى على القدرات المحلية والوطنية. في المقابل، إيران لديها أيضا سلسلة من الإجراءات. خلال الأشهر القليلة الماضية، الإيرانيون قاموا بتعزيز أمن علمائهم النوويين والمنشآت النووية الإيرانية، وقد برز ذلك بوضوح خلال زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران قبل أسابيع، عندما صرح المسؤولين الإيرانيين بصريح العبارة أنهم لا يمكن أن يسمحوا للمنظمة الدولية للطاقة الذرية بإجراء زيارات فجائية كالسابق، أولا تنفيذا لقانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي سنه البرلمان الإيراني العام الماضي، وأيضا لتعزيز وأيضا اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتوفير أمن وضمان العلماء النوويين الإيرانيين وأيضا المنشآت النووية الإيرانية. محمد، بعد عملية الاغتيال التي طالت الشهيد مدحت صالح، ومن خلال معرفتك بأهالي منطقة الجولان المحتل، هل برأيك مثل هكذا عمليات اغتيال قد تؤدي إلى تراجع أهالي الجولان، أم أنها ستزيدهم تصميم وإرادة ومقاومة لتحرير أرضهم؟ طبعا ستزيدهم مقاومة. علينا أن نذكر أنه خلال هذه الحرب على سوريا قامت إسرائيل بـ11 تقريبا عملية اغتيال بشكل مباشر عبر سلاح الجو المسيرات، أو عبر اغتيال كما جرى مع الشهيد مدحت صالح بإطلاق النار مباشرة. كان هناك اغتيال لتحرير محمود، موفق بدرية، ثائر محمود، كان هناك فرحان الشعلان الذي كان مع القائد الكبير سمير القنطار، وتم اغتيالهم في مدينة جرمانة بقصف إسرائيلي صاروخي. رغم كل ذلك، كانت جذوة المقاومة
والرفض والتمسك بالأرض تزداد اضطرادا، وهذه يعني وقائع سنوات وواضحة للعلن. أكثر من ذلك، الإسرائيليون استثمروا خلال هذه الحرب في محاولة إقامة جيب، إقامة ما سموها الجوار المر، استثمروا ماليا، صنعوا عملاء، حاولوا تقديم أدوية، تقديم سلاح للمجموعات المسلحة قرب الشريط الفاصل بين الجولانين المحتل والمحرر، لكنهم في النهاية فشلوا، وفشلوا بالمعنى العسكري، وفشلوا بمعنى عودة اللحمة الاجتماعية وقوة المجتمع المحلي التي طردت هذه المحاولات. وأيضا أكد مع بموازاة ما يجري في الأراضي السورية قرب الشريط، أكد أهالي جولان في القرى الخمسة تمسكهم بأرضهم، كانوا يخرجون دوما ويؤكدون دوما، والدليل على ذلك يعني الاغتيال الذي جرى قبل بالأمس بحق مدحت صالح. هناك أجيال في الواقع تتوارث هذه الراية، راية مقاومة الاحتلال وراية مواجهة الاحتلال بطرق مبتدعة. دوما هناك الاضطرابات، هناك العصيان المدني، هناك المواجهات، هناك الخروج للإعلام العالمي والغربي للحديث عن هذه الممارسات ضد ممتلكات وحقوق الجولانيين. لذلك من المتوقع منطقيا ومقارنة بسير الأحداث أن تتمسك أو أن يتمسك أهل الجولان بهذه المقاومة العنيفة والشامخة على مدى أكثر من خمسة عقود. إذن هكذا مشاهدين تعيش إسرائيل دوامة الخوف من أهالي الجولان. أما في السودان فهل تدخل البلاد دوامة نزاع الشرعيات أيضا؟ الخلاف السياسي في الساحة السودانية يدور في أروقة مجلس السيادة بين مدنيين باتوا أمام مرحلة تسلم الحكم وعسكريين، لكن تشير المعطيات إلى إمكانية التوصل إلى حائط مسدود يحول دون إتمام العملية، تزامنا مع ما تشير إليه لغة الشارع التي انطلقت بتظاهرات في الخرطوم تطالب بحل حكومة حمدوك. ليس كأي وقت سابق، يتوسع اليوم الشرخ بصورة لا تحتمل الشك بين شريكي الحكم الانتقالي في السودان. بعد أكثر من عامين على شراكة بدت في أحسن أحوالها، يدخل العسكريون والمدنيون لعبة الشارع، ولو كان ذلك في جزء منه غير معلن أو بعيدا من التبني. فتظاهرات الخرطوم الأخيرة بحدها الأدنى رسالة تستشرف الخطر الذي بات يطرق أبواب حكومة عبد الله حمدوك. هذه التظاهرات التي أتت مؤيدة لحكم العسكر ومطالبة بحل الحكومة الحالية واستبدالها بأخرى عسكرية، تكون الانتخابات العامة حدا لها، ليست إلا استكمالا لمرحلة الأخذ والرد التي كانت بدايتها محاولة الانقلاب أواخر الشهر الماضي، وربما لن تكون نهايتها مع تسليم مفترض للسلطة إلى المكون المدني، وهو ما لم يعد موعده ببعيد. تأتي أزمة الحكم هذه في أساسها كمشكلة جوهرية قائمة ليست بجديدة، لا تنفصل عنها التظاهرة المقررة في 21 من الشهر الحالي التي أتت بدعوة من أنصار نقل السلطة إلى المدنيين. هي محاولة لربما لإعادة لم شمل المكون المدني الذي تلقى الكثير من الضربات طوال الفترة الماضية من تشرذمات سياسية انعكست ضعفا في بنيته أمام مكون عسكري يمسك مفاصل الدولة العميقة مع ما يملكه من تشابكات تربطه بتيارات المجتمع على اختلافها، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تحميل المكون المدني المسؤولية عما وصلت إليه البلاد. أمام هذا الواقع تمر الساحة السودانية باستحقاق يرسم على أساسه المشهد المستقبلي، وهنا نعيد استحضار قرب الموعد المفترض لتسليم الحكم إلى المدنيين الذي بات يطرح تساؤلات تشكك في إمكانية تسوية العملية وترافقها مع تصريحات العسكريين المطالبة بإصلاحات عاجلة تمس حكومة حمدوك التي باتت مع من تضم من مكونات مدنية تستشعر سيناريو الإطاحة المحتمل. ولهذه التظاهرات محل ميادين لشؤون العربية والإسلامية قطيبة الصالح التي تطالب بحل حكومة مدنية وتشكيل حكومة عسكرية تدير البلاد دلالات، أي دلالات تحملها هذه التحركات؟ نعم، تحياتي عبد الرحمن. الدلالة الأساسية والمباشرة في الحقيقة أن اللعب في السودان أصبح على المكشوف حقيقة، وأن انتقلنا من مرحلة الغرف المقفلة إلى مرحلة الشارع بالحقيقة. في دلالة مباشرة أخرى يبدو أن البرهان قد نجح بشكل نسبي في وضع البلاد على السكة التي كان يريدها طوال الفترة الماضية حقيقة، التي تتمحور حول أن الأزمة الاقتصادية والسياسية تتحملها الحكومة وبالتالي المكون المدني، وتقديم الجيش وبالتالي العسكريين على أنه الحل لهذه الأزمة المعيشية والاقتصادية
والسياسية. طيلة الأسابيع الماضية عبد الرحمن، كان البرهان في الحقيقة صعد خطابه بشكل كبير تجاه المكون المدني والحكومة بطبيعة الحال، وتحدث خلال زيارته إلى القطاع العسكرية عن إقالة الحكومة وعن استبدال الحكومة وغيره، فيما رأى فيه مراقبون حقيقة نوع من التعبئة العامة للمرحلة المقبلة. نائبه وشريكه حميدتي كان أكثر صراحة حين تحدث عن عدم تسليم السلطة إلى المدنيين قبل انتخابات 24 عام 2024. كل هذا المشهد يرسم أن السكة كما قلنا التي رسمها البرهان يبدو أنها تسير على الطريق الصحيح بشكل نسبي كما ذكرنا بالنسبة له، ويبدو أنه يمتلك تصور واضح للحكم أو لنقل السلطة بهذه الطريقة، كونه تحدث عن توسيع قاعدة الحكم بما يعني كما يرى مراقبون إضافة أو إعطاء بعض المناصب والوظائف لمدنيين يدورون في فلكه، وهو بالفعل نجح في استقطاب اثنتين من الحركات المسلحة في دارفور. على هذا الأساس، على ما يبدو أننا سنشهد خلال المرحلة القادمة تصعيد كبير باتجاه انقلاب لم يعد ناعما من ناحية البرهان والعسكريين. هذا الانقلاب بالنسبة للبرهان أقل درجات الطموح فيه هي البقاء في منصب رئاسة المجلس العسكري أو مجلس السيادة عفوا حتى العام 2024، وفي أقصى الطموح لربما انقلاب كامل وتسلم السلطة في السودان. وهذا أيضا يعني مستند على الجيش السوداني، بما أنه هناك حديث الآن عن الجيوش، نسأل محمد الخضر عن الجيش السوري، لأي مدى ساهم ولعب هذا الجيش دورا في حفظ الأمن القومي لسوريا خلال السنوات العشر الماضية، مستندا إلى الإدارة السياسية في البلاد وحماية حتى الحياة السياسية في البلاد؟ لعب الدور الأهم في الواقع، وقعت عليه الأعباء الأكبر في حماية ووحدة البلاد بشكل أساسي وحماية مؤسسات الدولة. منذ عام 2011 عندما اندلعت هذه الحرب كانت عقيدة الجيش السوري القتالية بشكل أساسي جيش تقليدي مهيئ لقتال الاحتلال الإسرائيلي، هكذا في الكليات الحربية والعسكرية السورية. وعقيدة الجيش السوري التي بني عليها منذ عام 1948 وقبل ذلك. اليوم الجيش السوري أو منذ عشر سنوات دخل في مواجهة مع مجموعات مسلحة مرتبطة بالخارج تريد تدمير الدولة، تريد تقطيع أوصال البلاد. نجح إلى حد كبير، إلى درجة كبيرة، قدم آلاف الشهداء، حرر حلب، حافظ على الطرق الرئيسية شرايين الحياة للتواصل بين المدن الكبرى. أيضا واجه محاولات دخول مجموعات تكفيرية على رأسها تنظيم داعش الإرهابي من تلول الصفا في شرق السويداء، وحتى معارك البادية التي قادها بكفاءة عالية مع حلفائه، وتمكن أكثر من مرة من تطهير هذه البادية السورية التي تشكل حوالي 50,000 كيلومتر مربع. هذا دور كبير جدا أداه الجيش السوري، وحتى هذه اللحظة يؤدي هذا الدور. لديه عمليات عسكرية، يقوم بعمليات تسويات ومصالحات جنوبا في درعا مع معتني، عملية تأمين الجنوب بشكل كامل، وأيضا لديه قوات عسكرية في محيط إدلب تتولى مواجهة المسلحين والإرهابيين في تلك المحافظة شمال غرب البلاد. في السودان قطيبة، قد يكون المشهد هو مشهد داخلي منافسة ما بين العسكر والمدنيين، ولكن البعض يسأل اليوم إلى أي مدى قد يكون ما نشهده اليوم في السودان هو عودة لمواجهة ما بين محورين، المحور القطري من التركي من جهة والمحور السعودي الإماراتي من جهة، وذلك لتحسين أوراق التفاوض في ظل الحديث عن إمكانية تسويات في المنطقة. نعم، مع الإشارة عبد الرحمن، حقيقة أود الإشارة هنا إلى الفارق بين الجيش السوري وما نتحدث عنه عن الحالة في السودان، الدور الوحدوي في الداخل السوري ودور حماية سوريا الذي لعبه الجيش السوري، بإضافة لما تحدث هنا هو محاولة عسكريين أو قيادات عسكرية استخدام الجيش السوداني في دور تفريقي إلى حد ما ويجتذب حقيقة التدخلات الخارجية. هذا يقودني للحديث عما تتحدث عنه. حقيقة لا أرى في هذا الإطار ربما محل الكباش هناك بنتيجة عاملين. أولا، خفت وتيرة هذا الكباش بنتيجة رغبة الإدارة الأمريكية الجديدة لحلفائها في المنطقة وأدواتها إلى حد ما بالتخفيض من حدة هذا الكباش، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن الأمر يتعلق هنا ليس بالسودان وإنما بعبد الفتاح البرهان ومن هم حوله في المجلس العسكري أو القيادة العسكرية تحديدا. البرهان حاول طيلة الفترة الماضية وعمل على إمساك خيوط اللعبة الخارجية في السودان بيده فقط. نتحدث هنا دلالة على ذلك هي زيارته الأخيرة قبل شهرين تحديدا لتركيا، حين ذهب ليهدئ من الهواجس التركية تجاه انفتاحه على السعودية والإمارات وغيرها، وبالتالي هو يربط كل هذه التدخلات، كل هذه العوامل الخارجية بيده فقط، حتى العلاقة مع إسرائيل ربما. وهنا
أود أن أشير إلى أن البرهان ومن حوله بالتحديد حميدة إلى حد ما كانوا يعولون بشكل كبير جدا حقيقة على إدارة ترامب. مع رحيل ترامب يبدو أنهم يتجهون الآن إلى كسب رضا الإدارة الأمريكية بالتسريع من وتيرة مشروع التطبيع أو إجراءات التطبيع، مع الإشارة إلى أن السودان لم توقع حتى الآن، هي وقعت اتفاقية مع وزارة الخزانة الأمريكية ولم توقع بشكل مباشر اتفاقية للتطبيع. يدور الحديث الآن أنها ستوقع في الأيام المقبلة أو الشهور المقبلة، ويدور الحديث أيضا عن زيارة ليس سرا أن نعلن عنها قام بها شقيق حميدتي إضافة إلى عضو في المجلس العسكري أعتقد أو أحد القادة العسكريين إلى إسرائيل قبل أيام، وهي تأتي في هذا الإطار. وبالتالي وهذه الزيارة كانت بعيدا عن وزارة الخارجية بالمناسبة وبدون علم الحكومة أو المكون المدني. بالتالي ما نتحدث عنه هو عبد الفتاح البرهان ذو السيادة المطلقة أو يسعى لها في السودان، يمسك بالخيوط الداخلية إلى حد كبير، يمسك بخيوط العلاقات الخارجية ويضعها جميعها تصب باتجاهه فقط، ما يمنع إلى حد ما نوع من تضارب هذه المصالح داخل الساحة السودانية. إذن هكذا تتسارع خطوات عبد الفتاح البرهان في السودان لتحقيق ما يراه ربما أو لتحقيق مشروعه في البلاد. أما في إيران فالخطوة مقابل الخطوة هو عنوان عودة طهران إلى المحادثات النووية في فيينا الأسبوع المقبل. ستدير حكومة إبراهيم رئيسي طاولة المفاوضات للمرة الأولى، ومطلبها الأول رفع العقوبات من دون الخضوع للضغوط. دعوت میکنم از جناب آقای امیر عبداللهیان. بعد أربعة أشهر من تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة، حديث في طهران عن استئناف المفاوضات النووية مع أطراف الاتفاق النووي الأسبوع المقبل. إعلان جاء على لسان وزير الخارجية أمير عبداللهيان من داخل قبة البرلمان، رافقه توجيه دعوة إلى واشنطن لاتخاذ خطوة جادة قبل المحادثات، مع تأكيد طهران أنها ستعتمد سياسة الخطوة بخطوة في المرحلة المقبلة. هذه الخطوة من جانب إيران هي تأتي من أجل حل العقدة الموجودة وحصول انفراجة، ولكن أكبر سبب للعقدة الموجودة هو التعنت الأمريكي الذي لا يقبل بالشرط الأساسي للجمهورية الإسلامية، يعني يقول أنه يريد رفع بعض العقوبات ولا يقبل برفع بقية العقوبات. الإصرار الأمريكي هذا سيشهد تراجعا بعد انطلاق المفاوضات برأي البعض، فالعودة إلى بنود الاتفاق مطلب أمريكي وأوروبي أيضا ولا يقتصر على طهران. أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول في بداية انطلاق المفاوضات الجديدة أن تستمر على نفس السياسة، وهذا ما سيجعل إيران تصر على مطالبها، ومن المعتقد أنها ستتشدد. ولكن بعد ذلك أعتقد أن الولايات المتحدة ستغير من سياساتها، لأن لم يبقى في جعبة الولايات المتحدة الأمريكية من خيارات. تتصدر قائمة العقوبات التي سترفع عن إيران في أي اتفاق مقبل تلك التي كانت قد فرضت على القطاعين النفطية والمالية، مع تحرير أكثر من 100 مليار دولار من أرصدتها المجمدة في عشرات دول العالم. قد لا يهم الإيرانيين في الجولة المقبلة من المفاوضات النووية أكثر من الضمانات الأمريكية الأوروبية برفع عملي للعقوبات في ظل تجربة فاشلة كما يصفها وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان حملها الاتفاق النووي السابق. أحمد البحراني، طهران، الميادين. وربما السؤال الكبير أحمد، كيف سيتعاطى الوفد المفاوض الإيراني الجديد مع المحادثات النووية في فيينا؟ نعم عبد الرحمن، طبعا أولا لابد من الإشارة إلى أنه الخارجية الإيرانية لا على لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ولا المتحدث باسمه سعيد خاطب زادة حتى اللحظة لم تؤكد الإعلان إعلان استئناف هذه المفاوضات الأسبوع المقبل. ما ورد في وسائل الإعلام الإيرانية هو تصريحات لنواب في البرلمان الإيراني نقلا عن وزير الخارجية الإيراني الذي كان يلقي كلمة أمام نواب البرلمان الإيراني اليوم في جلسة مغلقة. لكن في حال صحت هذه الأنباء وفعلا أكدت ذلك وزارة الخارجية الإيرانية، فهذا يعني أن الخارجية الإيرانية والسلطات الرسمية ومؤسسات القرار هنا في إيران توصلت إلى صورة واضحة وأنهت دراسة مخرجات المفاوضات النووية الإيرانية خلال الجولات المفاوضات الست في فيينا
في فترة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، كما كان يشير ذلك حسين أمير عبد اللهيان خلال الأسابيع الماضية، بأن المفاوضات لن تبدأ ما لم تنهي إيران دراسة هذه المفاوضات وجزئيات وتفاصيل تلك المفاوضات. وأيضا هذا الإعلان يعني البدء في المفاوضات المقبلة، الجولة السابعة من المباحثات النووية، من حيث انتهى الفريق النووي الإيراني المفاوض السابق، ما يعني أن هذه الحكومة تقبل بنتائج المفاوضات السابقة. ومن المعلوم أن الجولة الأخيرة والسادسة من المفاوضات قبل أشهر انتهت بتفاهم أو توافق جزئي بين إيران وباقي أطراف الاتفاق حول رفع الغالبية الساحقة من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لا سيما العقوبات النفطية والمالية، كما أشار رئيس الوفد النووي الإيراني المفاوض عباس عراقشي حينها. وبالتالي هناك حقيقة الإيرانيون سيتعاطون مع الملف المفاوضات القادم بطريقة خطوة بخطوة، كما أشار أمير عبد اللهيان اليوم في البرلمان الإيراني. لكن ما هي عبد الرحمن سياسة الخطوة بخطوة؟ قد يفهمها البعض بأنها تعني أن ترفع الولايات المتحدة الأمريكية جزء من العقوبات المفروضة على طهران، مقابل أن تعود إيران بشكل جزئي وتنفذ جزئيا بعض بنود الاتفاق النووي. هذا ربما قد يفهمه البعض، لكن الإيرانيون يؤكدون أن تفسير ذلك يعني أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات بالكامل في الخطوة الأولى، وستقابل بخطوة ثانية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالعودة إلى الاتفاق النووي، بخفض نسبة التخصيب من 60% إلى 3.5%، بخفض إنتاج أجهزة في الوقت الذي هناك أجواء عن إمكانية عودة إيران إلى مفاوضات فيينا. قطيبة، كان هناك تصريح لوزير الخارجية السعودي يعني قبل يومين يقول أن المنطقة تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع إيران أنشطتها النووية. هنا نريد أن نفهم أيضا أي موقف للسعودية وحلفائها من هذه المفاوضات الدائرة هناك، هل لهم رأي أم أنه الموقف تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم يعني البقية يسيرون خلفها؟ نعم عبد الرحمن، يعني مع نهاية عهد ترامب حقيقة كان هناك توافق سعودي إسرائيلي تقريبا على إثارة ما يمكن تسميته الشغب في وجه العودة إلى الاتفاقية النووية الإيرانية، بمعنى إلقاء العقبات في طريق هذه العودة. رأينا ما حدث مع إسرائيل وصولا إلى أن الإسرائيليين يعلنون أنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على تعهد واحد من الولايات المتحدة بممارسة الضغوط باتجاه إيران أو باتجاه وضع خيارات بديلة، فما بالك بالسعوديين. باعتقادي تصريح وزير الخارجية السعودي هو لعب في الوقت الضائع الحقيقة، وهو تعبير عن القلق الوجودي الذي تعيشه السعودية في إطار ما سيتم ترتيب المنطقة خلاله أو العودة للاتفاقية النووية حقيقة. يبدو أنه يلتقط بعض الإشارات من المسؤولين الأمريكيين ويحاول إثارة بعض التحريض لا أكثر حقيقة. في حال العودة إلى هذه المفاوضات أحمد، ما هي النقاط الخلافية التي سيتم بحثها في المفاوضات المقبلة في حال حصلت؟ عبد الرحمن، هناك جملة حقيقة من النقاط الخلافية، لكن يمكن الإشارة إلى أبرز هذه النقاط. النقطة الأولى الخلافية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حول من سيخطو هذه الخطوة، الخطوة الأولى التي تحدثنا عنها قبل قليل، هل إيران أم الولايات المتحدة؟ بطبيعة الحال الأمريكيون يؤكدون أن على إيران أن تعود أولا إلى تطبيق بنود الاتفاق النووي. الإيرانيون من جانبهم يؤكدون على أن الولايات المتحدة، وبما أنها هي من بادرت بالانسحاب من الاتفاق النووي في 8 مايو أيار من عام 2018، وبالتالي عليها أن تعود هي أولا لتثبت حسن نواياها. وأيضا هذه العودة هي وفق كل المعاهدات والأعراف والقوانين الدولية. النقطة الخلافية الثانية عبد الرحمن هي الضمانات التي تسعى إليها إيران. كما تعرف في عام 2015 أيضا، وعندما تم التوصل إلى الاتفاق النووي السابق، كانت هناك جملة من البنود
وتم رفع الغالبية من العقوبات، هذا صحيح، خاصة العقوبات المفروضة على القطاع النفطي والبتروكيماويات وأيضا صادرات السلع الإيرانية، لكن لم يتم تطبيق البند المتعلق برفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني والمراودات المالية. وبالتالي الإيرانيون صحيح أنهم صدروا النفط، صدروا المشتقات النفطية وباقي سلعهم، لكنهم لم يتمكنوا من استلام عائدات النفط وباقي الصادرات، ولذلك حقيقة تعرضوا إلى مشاكل اقتصادية كبيرة، إضافة إلى المئات من العقوبات التي فرضت في حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهذا ما سيناقشها الإيرانيون. شكرا جزيلا أحمد البحراني، انتهى وقت هذا الجزء من التحليل، كل شكر لك أحمد البحراني، شكرا لك قطيبة الصالح، وشكرا محمد الخضر. مشاهدينا فاصل نحلل بعده قضية اليوم مع أوغاريت دندش، قاسم عز الدين وناصر اللحى. الخيارات أمام اللبنانيين تكمن بين مشهد التفاهم ومشهد المجزرة، لافتة كانت مقاربة رئيس التيار الوطني الحر. وفق جبران باسيل، لبنان محكوم بين خيار المصالحة التي عقدت على خط التماس في كنيسة مرمخايل وخيار إعادة إحياء خط التماس كما حدث في الطيونة وعودة أعمال القنص والغدر. فالتفاهم بين حزب الله والتيار اللذين وضعا خطا أحمر أمام عودة الحرب الأهلية شيطاني كما يراه حزب القوات اللبنانية المتهم بارتكاب مجزرة الطيونة. فهل جرى وأد الفتنة؟ ومن كان يقف خلف إشعالها؟ ومن يدعم خيار المجازر على خيار التفاهم؟ هل فعلا تستطيع القوات أن تكون ندا في الداخل عبر تهديدها الاستقرار؟ وكيف قرأت إسرائيل قرار حزب الله بعدم الانجرار إلى الفتنة؟ إذن التطورات الأخيرة في لبنان وضعت اللبنانيين مجددا أمام خيارين، وضع اليد مع من قاتل الاحتلال ودحر الإرهاب أو مع من مثل أداة الإرهاب والاحتلال في الداخل. غراسيا بيطار. بدماء الأبرياء ارتسم مجددا مسار المرحلة المقبلة أمام اللبنانيين، المجزرة أم التفاهم؟ المجزرة فخ، لكن التفاهم قرار، وهنا لب القضية. هل يملك كل الفرقاء اللبنانيين قرارهم بيدهم؟ لازم تعرفوا منيح انه وقتها بحل محله تواطؤ التيوني وخميس اسود وبتتصوروا كمالة المشهد. فيا لبنانيين اختاروا مشهد مرمخايل او مشهد الطيوني. قد تتغير المشهدية أمام اللبنانيين، لكنهم بالأمس واليوم أمام الخيارين إياهما اللذين لا ثالث لهما. إنه التاريخ الذي يعيد نفسه فقط عندما يكون هناك من ينتظر الضوء الأخضر من الخارج كمجرد أداة. ربما من هنا جاء رد القوات اللبنانية على باسيل ووصفها تفاهم مرمخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله بأنه شيطاني وفتنوي. لأنه بعدهم مجهزين ومدربين ومستمرين بسياسة القتل، وساعة يلي بيتوفر لهم ضوء أخضر بيعملوا مجزرة أو فتنة أو حرب. للمجازر تداعيات، لكنها تداعيات غير قابلة للحياة إلا إذا جرت تغذيتها من الداخل بشريان الإملاء الخارجي. في هذا السياق ربما يأتي كلام النائب في حزب الله حسن فضل الله عن أن هناك من يؤدي الدور المطلوب منه أمريكيا ومن بعض دول الخليج، ومن هنا فإن العنف مطلوب لكي تستمر بعض الأطراف في التنفس، فالاستقرار مقتلها. واضعة اللبنانيين دائما أمام خيارين، التفاهم أو الحرب، لكن الحرب في النهاية كرقصة التانجو تحتاج إلى شريكين. إذن هي مقاربة لافتة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، محلل ميادين للشؤون الإعلامية والإقليمية أوغاريت دندش. في أي إطار يمكن وضع هذه المقاربة؟
طبعا يعني إذا نظرنا إلى المشهد بالكامل ما كان يحصل خلال الفترة الماضية حتى ما قبل حصول كمين الطيوني وتحرك القوات اللبنانية السياسية وحتى في مختلف المجالات كان هناك إيحاء يعني أو محاولة إيحاء من القوات اللبنانية تحديدا بأن الشارع المسيحي أصبح مزاجه وأهواؤه هي في هذا المكان. وحتى الحديث الدائم عن الانتخابات النيابية المقبلة وكأن القوات يعني ستستأثر بالشارع المسيحي بالكامل. لذلك يعني جاءت إطلالة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالأمس وحديثه بالتحديد يعني توجهه بالحديث إلى الشارع المسيحي وتذكيره بتاريخ بداية التيار الوطني الحر وبتاريخ القوات اللبنانية وتحديدا قائد القوات اللبنانية ولتصويب المشهد وللقول أن هناك في الشارع المسيحي طرف سياسي لديه وجهة نظر مختلفة وهناك أيضا شارع مسيحي لديه وجهة نظر مختلفة. وحتى الرسالة بالنسبة للمسيحيين الذين يعني هم بالنهاية ممكن أن يكونوا عرضة للتأثر بسبب الضغط الإعلامي الكبير الذي مورس ضد التيار الوطني الحر من جهة وضد المقاومة من جهة أخرى واستهداف تحديدا التحالف والإيحاء بأن هذا التحالف هو أضر بالمسيحيين. وبالتالي جاء خطاب أو كلمة جاءت كلمة رئيس التيار الوطني الحر ليشدد على التحالف بداية يعني عند قوله نحن تحالفنا مع من طرد داعش بتذكير للمسيحيين بالخطورة التي شكلها التنظيم ليس فقط على لبنان بشكل عام إنما أيضا على مناطق محددة وتحالفنا مع من طرد المقاومة من هزم العدو وهو بالتالي وذكر أيضا بتحالف القوات اللبنانية وتحديدا سمير جعجع وقيادة القوات أثناء الحرب مع إسرائيل. وبالتالي كان هناك هذا التصويب من الرئيس التيار الوطني. على كل حال سمير جعجع ربما هو من أكثر المزعوجين من اتفاق مارمخاي المحل الميادين للشؤون السياسية قاسم عز الدين إلى حد وصفه هذا الاتفاق بالاتفاق الشيطاني. ما الذي يخيف سمير جعجع من هذا الاتفاق ولماذا؟ يعني بالاتفاق حمل نقطتين أساسيتين نقيضين لفكر أو خرافات وأوهام اليمين الفاشي في لبنان وفي غير لبنان. ولا يمكن فصل حركة القوات وخاصة على رأس القوات سمير جعجع مع الإرث الفاشي إرث اليمين الفاشي في المنطقة وفي خارج المنطقة. ممكن أن نرى أن الاتفاق الذي حمل أولا وقف المتاريس إزالة المتاريس واعتبار أن العلاقة بين طرفين أو أكثر من طرفين يمكن أن تبنى بالحوار والاتفاق بين هؤلاء الأطراف شرط إزالة المتاريس والذهاب إلى حوار منفتح يحتمل الاختلاف ويحتمل الاتفاق. وهذا مناقض بالعمق لليمين الفاشي وأوهامه الخرافية عن الكون والسيادة وإلى آخره. المسألة الأهم من ذلك أن الاتفاق حمل جوهر الصراع في المنطقة وجوهر الاستقرار في المنطقة وفي لبنان وهو الحماية من الخارج وتحديدا من العدو الإسرائيلي. وهنا مقتل اليمين الفاشي الذي ينظر إلى الخارج على اعتبار أنه يعني هو الملهم للسيادة هو الملهم للازدهار هو الملهم للاستقرار وكل ما يدور في رأس إنسان أو شخصية أو فكر إيديولوجي معبأ بخرافات لا صلة لها لا بالواقع ولا بالتاريخ ولا حتى ببحث أو بقراءة كتاب. وإسرائيل المردوعة بمواجهة المقاومة ناصر اللحام في ظل قواعد الاشتباك التي فرضتها المقاومة محل ميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية ناصر اللحام إلى أي مدى تعتبر نفسها مستفيد أول مما حدث في الطيونة؟ تحياتي عبد الرحمن. إسرائيل المستفيد أول لكنها ليست متحكم أول. تعرف أن الخيارات حادة
وأن من يبدأ المعركة في داخل لبنان لا يمكن أن ينهيها بالشكل الذي يريد، وهي صاحبة تجربة في التحالف مع قوة ضد قوة أخرى. استطيع أن ألخص الأمر بالقول أن إسرائيل ضد حزب الله في كل مكان وفي كل زمان، باعتبار أنه تهديد لها، وبالتالي يمكن أن تلعب بالأوراق الأخرى. ولمزيد من الدقة، هي ضد أي لبناني، هي ليست مع لبنان ولا مع أي لبناني، لكنها ضد حزب الله وضد لبنان بشكل عام، وبالتالي لعبها وأدواتها قد تخدم في إطار أنها مستفيد أول، ما لم تحققه بالحرب تستطيع أن تحققه بخراب الآخرين وخراب الدول العربية، كما فعلت وأظهرت وكشفت نواياها عن باقي الدول العربية. كلما تحطمت الدول العربية كلما إسرائيل أصبحت لها قيمة ولها اعتبار. أعتقد أن اللعب خطير. وطبعا السؤال الأساسي علانية، هل تعود إسرائيل لحلفائها السابقين؟ هل تعود لتسليحهم ودعمهم والطلب من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء أمريكا في المنطقة أن يدعموا حلفائها السابقين؟ النتيجة في السبعينيات وفي الثمانينيات كانت كارثية على إسرائيل، فما الذي يضمن أنها لن تكون كارثية هذه المرة؟ هذه المرة إسرائيل حذرة أكثر، صامتة أكثر، تقلل من البوح، تكثر من المشاهدة المتابعة، وتدعم في قلبها من تعرفه أنت يا عبد الرحمن وأعرفه أنا. مسؤولو حزب الله أوغاريت في موضوع الطيونة أكدوا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، في المقابل التشديد على عدم الذهاب باتجاه الفتنة، ولكن كيف يمكن ترجمة ذلك عمليا على الأرض؟ نعم، هذه الرسائل من مسؤولي حزب الله منذ يوم التشييع عندما تحدث السيد هاشم صفي الدين وصولا إلى تصريح النائب حسن فضل الله اليوم. كل هذه التصريحات لها عدة رسائل، بداية إلى جمهور المقاومة وثانيا إلى أعداء المقاومة في الداخل وفي الخارج. يعني مسألة عدم الرد هي تعني بمعنى أنها لن تنجر إلى الفتنة، بمعنى أنه لا يمكن للمقاومة، وهي تفهم الرسالة جيدة، تفهم أن من نفذوا هذه العملية ومن خططوا من خلفهم يهدفون بشكل أساسي إلى جر المقاومة إلى هذه الفتنة، والمقاومة لا تنجر، هي تختار كيف ترد وأين ترد. أما فيما يتعلق بمسألة أن الدماء لن تذهب هدرا، فالمقاومة بدأت يعني منذ اليوم الأول وتدريجيا، يعني بعض المعلومات التي تتسرب عبر مواقع قريبة من المقاومة تتحدث اليوم عن يعني عن إجراءات تتعلق بكل المنطقة قامت بها القوات اللبنانية لجهة إحضار مجموعات من خارج المنطقة، توزعهم على الأسطح، القناصون المدربون ذو المهارة العالية في الرماية، كل هذه بالأسماء، أسماء مقربين من جهاز الحماية الخاص برئيس القوات اللبنانية. إذن المقاومة لديها كل هذه الداتا المعلومات، وأعتقد أنه في الفترة المقبلة الرد سيكون عبر الوسائل القانونية بانتظار يعني أن تصبح الكرة في ملعب الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني تحديد. في مقابل هذا الحرص من المقاومة على السلم الأهلي، قاسم، هل يراهن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للعودة إلى خطوط التماس والكمائن، وعلى ماذا يعتمد في ذلك إذا كان لديه النية؟ يعني أنا من الأشخاص الذين ينظرون إلى ما يحدث في لبنان من رؤية أوسع. لا أعتقد، يعني طبعا لبنان وغير لبنان مليء بالأحداث ومليء بالتناقضات واستمرارية تاريخية، لكن هناك مفصل جديد، وأنا بصراحة أخشى وأتخوف من أن ما حصل بالتيون قد يتكرر. إذا لم تنجح الإدارة الأمريكية بالتحضير لوقت الانتخابات مطمئنة إلى أنها ستصل إلى قلب السلطة وقلب النظام وقطف الدولة ووضعها تحت وصايتها، هذا أمر محتمل، وأنا من المراقبين للتصرف الأمريكي. على كل حال، ما حدث وأعلن عنه سمير جعجع بعظمة لسانه وبوضوح له أهداف سياسية، عندما قال أنه 7 أيار مصغر كان يقصد بالتحديد أنه يريد فرض هيمنته وهيمنة من يمثل على الشارع اللبناني. هذه مسألة. المسألة الأخرى والتي أعلنها بوضوح وبصراحة، قال أن المسيحيين، يعني هو اعترف
أن الحركة المسيحية كان لابد منها لكي لمواجهة محاولة حزب الله بالقنص، لم يكن بالقنص ولكن متضمنا محاولة حزب الله لقتل التحقيق، وهو ما تحدثت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا على لسان وزير خارجيتها، أن المقصود عبر ما يسمونه التحقيق الوصول إلى هدف سياسي. هذا الهدف السياسي لابد أن يترافق مع توتر أمني لكي تتدخل مباشرة هذه القوى وتفرض العقوبات وإلى آخره وإلى آخره. لكن في حال لم تكن مطمئنة إلى هذا المسار، أنا أعتقد أنها ستحاول بتكرار ما حدث في الطيوني، ليس فقط عبر سمير جعجع، إنما عبر أطراف أخرى. ولا ننسى أن هذه الشذرات بدأت في خلدي، بدأت بأماكن أخرى ويمكن تكرارها. عدم انجرار حزب الله ناصر على الرد على النار بالنار، كيف قرأته تل أبيب؟ هل تعتبر ذلك من منطلق قوة أم ربما بأنها تعتبر أن ذلك ربما ينطلق من ضعف تجاه الداخل اللبناني؟ منذ اللحظة الأولى للقيونة تابعت الإعلام العبري بدقة لأرى كيف يمكن أن يتعاملوا مع هذا الحدث. الحقيقة أنهم لم يتوقعوا أن يضبط حزب الله نفسه، لم يتوقعوا، أعتقد أنهم تفاجأوا من استخدام حزب الله طول النفس وعدم الانجرار إلى هذا المعركة التي سيكسبها بسهولة شديدة جدا. راقبوا الوضع، يعتبرون أن صمت حزب الله قوة، قوة القوة، وأن الذهاب فورا إلى المعركة هو ضعف الضعف، وقد يراقب الوضع الهش المتفجر في الشرق الأوسط كله. الصورة بشكل عام عبد الرحمن، وهنا لابد أن نركز عليها، أن أمريكا في انحسار تنسحب من منطقة إلى منطقة، ولن تجب صورة انسحاب المذل من كابول ولا من العراق ولا نهب للنفط وانسحابها القادم من سوريا. الصورة العامة أن إسرائيل تتقهقر ولا تستطيع أن تحمي نفسها. الآن محاولة الاستفادة مما يحدث في لبنان، الهامش صغير، وأعتقد أن إسرائيل عابث شقي على الصفحة اللبنانية، لم تصمد ولن تصمد لا في سواء رد حزب الله أو لم يرد. هي تعرف تعارفهم قوته وقوة سلاح، ولا زال هذا هو هاجسها الأول. في أقل من دقيقة أوغاريت، نريد أن نعرف واقع الشارع المسيحي اليوم فيما يجري على الأرض فيما يخص لبنان، خاصة أنه هناك ادعاء من قبل سمير جعجع بأنه هو من يمثل الشارع المسيحي، بأقل من دقيقة. نعم، يعني سريعا لنعود قليلا إلى ما بعد فترة التفاهم الذي حصل عام 2006 بين حزب الله والتيار الوطني الحر. ردت فعل الشارع المسيحي في الانتخابات التي تلت هذا الاتفاق وفي المراحل التي تلتها كان يعني تأييد لهذه الموقف، ويعني الشعبية الأكبر كانت في الشارع المسيحي للتيار الوطني الحر. لا شك أن الضغط الإعلامي والأموال التي صرفت في لبنان، وعلى فكرة رئيس التيار الوطني الحر تحدث عن هذا الأمر أيضا بالأمس في كلمته خلال الاحتفال، هو تحدث عن كل الضغوط الخارجية، كل الأموال التي صرفت، كل الإعلام الذي سخر لتشويه صورة التيار الوطني الحر. ولكن العودة اليوم للمواجهة أو لعلنا إعلان موقف التيار لهذا التحالف والمواجهة العلنية يدل على أن الشارع المسيحي لا يزال يريد هذا التفاهم، التفاهم الذي أبعده عن الحرب، الذي يبعده عن خطوط التماس من جديد، والذي لا يعيد إليه الذاكرة. لاسيما أن أيضا جبران باسيل في كلمته يعني حدد أماكن وذكريات محددة كان فيها ضرب للمسيحيين من شرق صيدا في الجنوب اللبناني إلى أهدم في الشمال اللبناني على يد القوات اللبنانية. وبالتالي يعني الشارع المسيحي كما كل اللبنانيين لا يريدون العودة إلى تلك المرحلة. العودة أو الحديث، حديث النور والعتمة قاسم، ما المقصود به وماذا يدغدغ أيضا بأقل من دقيقة؟ يعني بأقل من دقيقة، الأزمة الكبرى في الواقع اللبناني أن كل ما يقال يعني من تفاهات وسخافات بتحميل حزب الله مسؤولية ما وصل إليه لبنان، يتلافى المسألة الأساس أن هذا البلد منذ نشأته لم يعش لحظة واحدة
بغير حرب أهلية ساخنة أو بحرب أهلية باردة، والسبب هو التركيبة والتبعية للدول الغربية في الاقتصاد على الأقل، وهو ما أدى إلى ما أدى إليه وسيستمر بأن يؤدي أكثر مما أدى إليه. هذا ما يدغدغ الكثير من اللبنانيين، أنهم لا يريدون أن يتفكروا، لا يريدون أن يقفوا أمام مسؤولياتهم لكي يغيروا. يدغدغ عليها سمير جعجع وغير سمير جعجع بأن ما ينتظرهم بتحت جناح أمريكا والدول الغربية الجنة والنور والازدهار والاستقرار، وهذا لم يحدث في أي بلد، لا في لبنان ولا في خارج لبنان. بأقل من نصف دقيقة أو بأقل من دقيقة ناصر، إسرائيل كيف تترقب السيناريوهات المرتقبة في لبنان، خاصة أننا سنكون على موعد مع كلمة للسيد حسن نصر الله، كيف تترقب هذه السيناريوهات بما أنها تعتبر نفسها مستفيدة من مثل هكذا أحداث؟ في 20 ثانية، اليد العليا لحزب الله، القوة لحزب الله، المخيف لإسرائيل وحزب الله، هاجسهم ومقلقهم ليل نهار وحزب الله. تعرف تل أبيب أن كل هذه الخطة هي خطة حزب الديمقراطي، اللعب على سني شيعي هندوسي سيخ مسلم كشميري مسيحي إسلامي لبناني، كل هذه خطة حزب الديمقراطي الأمريكي القديمة التي عفى عليها الزمن وتندثر. شكرا جزيلا لكم ناصر اللحام، قاسم عز الدين، وأوغريد دندش، وشكر دائم لكم مشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.